اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده وموقف مع المسيح وكمان النهارده في م... هنبتدي مثل جديد وزي ما تعودنا ان احنا بنقرا النص بنعيش مع بعض المثل وبنقف وبن... عند كل ايه وكل كلمه احنا ممكن تكون بتعدي علينا او مش فاهمينها او ليها معنى تاني قصده الرب يسوع او او بيتكلم زي ما كنا بنقول ان هو بيتكلم من الثقافه اللي موجوده وفكر اليهود فبيكلم بكلمات هم يفهموها وبامثال هم يفهموها من واقع حياتهم والهدف ان احنا نكون بنعيش المثل او الموقف او المعجزه ان احنا نكون بنعرف وبنتعمق في كلمه ربنا ان احنا نفهم تعاملات الرب يسوع ان احنا نكون بنتغير وان احنا نكون بنعرف الرب يسوع أكتر وان نكون بنوصل الكلمه والمعاني دي والعمق ده لناس تانيين طيب النهارده هنبتدي مع بعض مثل الفعله في الكرب دي الحلقه الاولى كمان بشكر ربنا جدا من اجل ضيف برنامجنا اللي سعيده قوي ان هو يكون معانا في برنامج موقف مع المسيح ويكون يكون بينور قدامنا حاجات كثيره قوي ممكن تكون بتعدي علينا مش فاهمينها اهلا بيك يا يوسف شكرا احنا مبسوطين جدا انك تكون معانا شكرا آه، تعالوا نقرا مع بعض مرتا عشرين <applause> من عدد واحد لعدد 16 <applause> فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعل لكرمه فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطلين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله أدع الفعل واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر وأخذوا دينارا دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذهم أيضا دينارا دينارا وفي وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أما عينك شريرة لإني أنا صالح هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون الله طيب <applause> <applause> عايزين كده كالعاده تقول لنا مقدمه لل, لل... <applause> طيب هو من الامثال اللي واضح فيها ساعات العمل واحنا مديونين للمثل ده ان احنا عرفنا اكثر من شيء منها اجره العامل قد ايه في اليوم يوم كامل و... أو واليوم يبتدي امتى وينتهي امتى ومذكور هنا عدد ساعات كتيره يعني مش مذكوره في اي كتاب اي مكان تاني في كتاب المقدس ثانيا المثل ده هو اطول امثال المسيح على الارض وياتي بعد بس مثل الوزنات يعني ما فيش حاجه في طول هذا الوزن المثل الا مثل الوزنات يليه هذا ثم بقى العبد الذي لا يغفر وعرس ابن الملك دول اكبر اطول اربع امثال مش في انجيل متى في كل في كل الاناجيل يعني تاني اطول وهو بيغطي تقريبا 13 ساعه لانه بيبتدي الصبح باكر اللي هي تقريبا 6 الصبح والحسابات او محاسبتهم بتبقى بعد 6 بالليل فتقريبا 13 ساعه فهي مثل طويل لازم نعيش احداثه بالتفصيل من اول الاتفاق مع العمال لغايه لما بيحاسبهم في اخر اليوم وكل بقى الاحداث اللي ترافق المحاسبه يعني من تذمر ومن غير يعني طيب أوه. احنا متحمسين طبعا ندخل آه. في الاحداث بس م. عايزه تفكرنا بايه هي امثال الملكوت او قد ايه اتكتب في انجيل متى أوه. ومتى ينفرد بكام مثل م. وكلام طيب انا عارفه ان احنا قلناهم <applause> بس قلناهم يعني. كويس انا طب انا هضيف حاجه وبعد كده ادخل في امثال الملكوت <applause> مجموع امثال المسيح على الارض تقريبا عشان بيبقى في تفاوت بين العلماء في دي 34 مثل <applause> <أربعة و> 34 <30 تصفيق> مثل <تصفيق> منهم 18 مثل مذكورين في متى ينفرد متى انجيل متى بيهم ب 12 مثل فانا عندي 12 من ضمن 18 مذكورين هنا دول دول بتوع متى 12 مثل في انجيل لوقا ذكر 21 مثل فهو انجيل الامثال اكتر وانفرد ب 14 فانا عندي 12 متى و 14 لوقا في مرقس في مثل واحد ينفرد من ضمن سبع امثال بس يعني مرقس لم يذكر الا سبع امثال من امثال المسيح ينفرد بواحد اللي هو البزار الناميه في مرقس اربعه انجيل يوحنا فيه ولا مثل يعني انجيل يوحنا لم يذكر المسيح ولا مثل فيه طيب يبقى انا عندي مجموع الامثال اربعه 12 اتناشر ينفرد بهم متى 14 ينفرد بهم لؤة ومثل واحد بربعه الباقي مشترك <applause> نيجي بقى في انجيل متى، في انجيل متى عندنا 10 آه امثال من الامثال ال 12 اللي بينفرد بيهم هو ينفرد ب 12 مثل، ينفرد ب 10 منهم عن الملكوت، يعني ال 10 امثال عن الملكوت عن الملكوت ينفرد بيهم ينفرد يعني بيهم هو متى هو عنده آه. امثال في الملكوت اخرى آه زي الخميره وزي حبه بس مكررين مكررين لكن ينفرد ب 10 من ضمنهم مثلا انا مش هذكر العشرة بسرعه لكن من ضمنهم اللي مشهورين لينا القمح والزوان والكنز واللؤلؤ والشبكه والجدد والعتقاء وهكذا وطبعا العشر عزارة عرس ابن الملك يعني كل دي امثال عن الملكوت ومن ضمنهم المثل هذا المثل, المثل واحنا مركزين على الامثال الملكوت اللي بينفرد بيها بالظبط اكتر حاجه من مركزين عليها على طيب اا هنبتدي بقى في المثل فان ملكوت السماوات يشبه رجل رب بيت الجمله دي اتكررت يعني احنا قلناها قبل كده بس يعني كام مره المسيح قال رجل رب بيت في تعليمه بتعليم. او رب بيت اوكي اولا في الفكر اليهودي رب البيت هو صاحب السلطه لانه هو كمان صاحب المسؤوليه لانه صاحب السلطه وصاحب المسؤوليه فهو صاحب القرار فالرب البيت ده الشخص الكبير في البيت يعني ممكن اوقات بيبقى الجد مش لازم يكون اب على طول يعني هو كبير البيت ده وبيوت في فلسطين في زمن المسيح كان الراجل لما بيتجوز بياتي بزوجته في نفس البيت ما ينفعش خارج البيت ابدا يعني دايما بياتي بيها فاسمه بيت العيله وكبير العيله هو رب البيت ده اللي كل محاصيل العنب مثلا او الحقول دي هو ملكه هو وما كانش ممكن يورثها اولاده الا بعد موته تحت اي بند عشان كده اللي عمله الابن ضال دول. في انه ورث ابوه هو ما شيء كان مشين ومعيب وهو عايش وهو عايش يعني بالظبط آه. طيب المسيح قال رب البيت في في لوقا 12 في مثل العبيد المستعدين لا آه قالها في لوقا 14 في مثل الوليمه العظيمه قالها في متى 13 آه جدد عتقاء في جدد عتقاء وقالها في تعليم عن آه الباب الضيق في لوقا 13 25 اربع, أربع مرات, مرة. بخلاف المره دي يعني يعني خمسه بالمرات. خمس مرات جاء تعبير أوه. رب البيت على لسان الرب يسوع بالظبط كده طيب رجل ربى بيت خرج مع الصبح ايه المقصود بكلمه الصبح يعني الساعه كام بلغتنا؟ او وقتها اه عشان نكون ضخين انا هقول اربع ترجمات عربيه قالت ايه لما ترجمت الصبح صح. دي آه. في الترجمه اليسوعيه الجديده قالت عند الفجر يبقى الصبح عند الفجر, الفجر. في الترجمه المشتركه العربيه المشتركه مع الفجر يبقى مع الفجر نزل عشان يستاجر في ترجمه كتاب الحياه الصبح الباكر في الترجمه المبسطه في الصبح باكرا طيب يبقى احنا هنا قصاد تعبير يهودي ياتي بالضبط عند الساعه السادسه ستة ستة صبح وهو مقابل لشروق الشمس يعني عند شروق الشمس كويس ولان احنا بنتكلم في الكرم هنا وزرع يعني الشغل هنا ده تقريبا في سبتمبر. يعني الشغل اللي احنا بنشوفه ده في سبتمبر، ففي سبتمبر تقريبا 6 الصبح هي 6 الفجر. م. والمساء هو يعني يقابله عند المساء اللي هو المحاسبه بقى 6 مساء فكانه 12 ساعة 12 ساعة بالظبط هي من م. من الصبح الى المساء من 6 إلى 6. تمام كده. طيب مع الصبح ليستاجر فعله مم. ايه يعني فعله ويقصد بمين الفعله طيب بالنسبه لنا النهارده بنسميهم في مصر مثلا عمال او الفاعلية الفواعليه اللي هم عمال اليوميه مم. اللي هم رزقهم يوم بيوم بيروحوا لغايه النهارده بقول لك في مصر بيروحوا الميادين معينه وبيستنوا بيستنوا بال... بالاجنه على فكره بال... هو في هنا برضو كده بي... بيستنوا عند حتت زي هوم ديبو مثلا آه. الاماكن اللي بيم... فيها شغل بيوت وكده وفي ناس بيستنوا حد يستاجرهم يخ... فهي دي ناس عايشه يوم بيوم مم. يعني ما فيش مرتب شهري مش ضامنين بكره في شغل ولا ما فيش شغل آه فالناس دي يومية وخلي بالك هي نفس الكلمه بمعنى اجير الكلمة نفسها و وإحنا قلنا قبل كده في تعليق يعني في, في مرة من المرات الفرق بين الأجير وبين العبد فالعبد ده راجل مقيم لسيده. و ومالك لس يعني سيده أوه. يملكه الأجير لا الأجير زي ما شايفين هو بيجي من بيته بيستنى حد يأجره وبيرجع تاني بيته يرجع. كل يوم بيعمل نفس الحاجه فاسرته لها بيت وليها متطلبات وبتاع ومفيش حد بيصرف عليه ومش لازم يشتغل عند نفس السيد يعني ممكن يشتغل عند ناس مختلفه عشان كده آه الرب يسوع بيقول لا يستطيع احد ان يخدم سيدين. سيدين, العبد ما يستطيعش طبعا تحت اي بند لكن الاجير يقدر يقدر يغير يعني يغير كل السيد يوم بتاعه حد يعني. كل يوم بحد بالظبط فهنا الاجير وانا عايز اقول ان الرب يسوع سواء في متى عشرة عشرة او في لوقا 10 سبعة قال تعليم مهم جدا الفاعل اللي هو ده مستحق اجرته وكان بيتكلم على التلاميذ بيتكلم على كل واحد صاحب مهنه او عنده رساله او عليه شغل عنده شغل يعني من حقك تاخد اجرتك يعني ما تمتنعش انك تاخد اجرتك وما يمنعش سيدك عنك اجرتك فالفاعل ده قانون الفاعل مستحق اجرته طالما عمل عمله فمن حقه ياخد شغل طب هو قصده بالتلاميذ ان هما هيقدموا الرساله وياخدوا اجرتهم ان يعني ايه ناس مثلا تصرف تدفع لهم ولا انا مش فاهم آه من اول ما بيتهم في البيت اللي هما رايحينه لاكلهم وشربهم بكل آه الأشياء. دي ياخد يعني آه بالظبط يعاملوا كده وبيقولوا ما تخجلوش مم. لان الفاعل مستحق اجرته مم. يعني فدي دي نقطه النقطه الثانيه اللي عايز اختم بيها موضوع الفعلة مم. انها جاءت بوضوح بقى نفس المشهد ده في رساله يعقوب في رساله يعقوب صح خمسه وعدد اربعه يقول هذه الكلمات هو ذا ده, ده الرب بقى من السماء بيتكلم عن فعل دول مش من على التلاميذ عن الفعل الحقول هو ذا الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم مبخوسة في الأجر يعني تصرخ وصياح الحصادين اللي هم الفعلة قد دخل إلى أذني رب الجنود فدي دي دي ده تنبيه عام بقوله دلوقتي اوعى يكون الشخص اللي بيخدمك بيقدم اي خدمه انت بتتشطر عليه وبتقلل من اجرته لان ده محزن لقلب الله الفاعل مستحق اجرته ده عايش على الاجره دي طالما مجهود بذله فمن حقه ياخد الاجره بتاعته آه آه. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل متحمسين نعرف آه. اكتر فاصل صغير ونرجع نكمل المس شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على bobox.com. 3610 Seal Beach, California 90740 طيب أه, قبل الفاصل يا يوسف كنا بنتكلم عن الفعلة وقلنا إن الفعلة هو الشخص اللي بيروح بأجرته بيوم ومش شرط يكون عند سيد واحد لكن ممكن كل يوم عند حد مختلف م. وده مختلف عن العبد اللي هو بيبقى مقيم عند سيده بالزبط. وكان مهم ان احنا نعرف الفرق ده م. طيب هو بيقول اتفق مع الفعله يعني ايه اتفق اتفق كلمه اتفق يعني اتفق معاهم طيب. جابهم وقال لهم ايه آه. انا عايز اعرف أنا مش اتفاق مكتوب اه لكن هو اتفاق شفوي بيتضمن اربع اشياء ايوه بيقول له انت هتروح الحقل اللي فين يعني المسافه اللي هيتقطعها شكلها ايه يعني محتاجه مواصلات ولا لا فهو بياخده لمكان تاني حاجه هيقول له ايه نوع العمل اللي مطلوب منك لانه هل انت هتزرع انت هتحصد انت هتنقي انت هتفلح ثالث حاجه مده العمل قد ايه اللي هي 12 ساعه مثلا وايه الاجر اليومي اللي انا هدفعه لك فدول اربع اشياء في اتفاق شفوي بين السيد وهو شيء شبه متعارف عليه يعني السيد مش هيخترع كل مره مم. الا لو هو في حاجه شديده ممكن يغير في الاتفاقات فماني يعني ممكن يغير في الاتفاق يكتر او يقلل لكن اللي معروف ان اجره العامل هي دينار, دينار في اليوم. وفي اليوم واللي هم 12 ساعه فما فيش تغيير فيه الاتفاق ده آه مهم تحديده من البدايه مم. يعني الرب يسوع قصد ان يقول لنا انه تم اتفاق مم. يعني مش اخذ ناس للحق انا ما غشيتكوش يعني من البدايه في اتفاق لكن انا قلت لكم هتاخدوا ايه؟ كام الاطراف كلها عارفه الاتفاق وموافقه عليه بالظبط كده فهم جم هتاخد دينار في اليوم ماشي مم مم يلا روح بالظبط كده اتفاق على ال... كده طيب اوكي طيب احنا اتكلمنا عن الدينار قبل كده بس انا عايز اعرف ايه هو الدينار ويساوي قد ايه واحنا عرفنا دلوقتي حضرتك اه ان هو اجره يوم وذكرنا قبل كده ان ده كان اجره يوم طب احنا عرفنا اكتر في رايي انا عن الوزن من الدينار ليه في وجود الوزن في مثل قبل كده آه. لان احنا النهارده في مثل بعديه في وجود الوزنه الوزنه شيء ضخم ما نقدرش نحسب قصاده الدينار او نتكلم حتى م. عن الدينار فالنهارده هنتكلم عن الدينار لكن الوزنه كانت 6000 دينار احنا قلنا اجره اجره المرتب حد لمده 20 سنه بالظبط برافو عليك آه المرتب العامل ده العامل لمده, لمدة 20, 20 سنه, سنة, سنة الوزنه الواحده مش ال 10000 وزنه هنا الدينار بقى عشان نعرف اولا خلي بالك الناس دي بتشتغل يوم بيوم الدينار الواحد يدوبك يوفي الاحتياجات الضرورية مش بس الأساسية الضرورية لعيلة يعني بالعافية فهي الناس دي يعني لو ما اشتغلتش يوم تنضر ضرر عظيم يعني ممكن ما يلاقوش أكل فعلا يعني يستلفوا بقى من جيرانهم أو غيره يعني هيستدينوا فهي الأجرة ضعيفة لكن إيه هي الدينار؟ إيه هو الدينار؟ وإيه قيمة الدينار لو حسبناها النهاردة؟ آه. بنعرف أنه في مثل السمير الصالح وده من اوائل الحاجات اللي احنا خدناها مع بعض السميري ساب دينارين لصاحب الفندق ساب دينارين, دينارين لصاحب الفندق قال له لما هرجع وفيك اي شيء تاني لو انت صرفت اكتر عرفنا من الدراسات ومنها واحد مؤرخ اسمه بوليبوس بوليبوس ده مؤرخ روماني قال ان اقامه في استراحه او خان صغير في الطريق إلى إيطاليا إلى روما كان عبارة يساوي في اليوم نصف آس طب إيه هو الآس بالنسبة للدينار الآس يساوي واحد على 16 من الدينار طيب يبقى النص آس يبقى الدينار يغطي لي 32 يوم في الفندق 32 30 يوم, يوم على نص آس اه نص آس يعني ما هو ال... واحد على 16 واحد... يبقى الواحد على 32 برافو عليك يبقى يساوي الدينار يعني الدينار يساوي 32 اس آه سوري آه ستة 16 اس والفندق بياخد نص قاس معلش خلي المشاهدين معانا لان احنا بعاد قوي عن الزمن ده مم. مش عارفين قيمه الدينار دي ايه لكن خلي بالك ده من غير اكل وشرب ودخان صغير يعني على الطريق مم. مش حاجه عظيمه يعني يدوبك اقرب للاستراحه على الطريق زي موتيل كده واقل يعني بكتير من اي حاجه بنشوفها دلوقتي يعني هي حاجه بسيطه للغايه والشخص لازم يدفع عليه كده. في الناحيه الثانيه واحد اسمه يواكيم جورمايا ده علامه كبير قوي بيقول ايه؟ ان تكلفه الطعام لليوم للفرد واحد على 12. للفرد واحد على 12. واحد على 12 من الدينار. من الدينار. من الدينار. فلو الاسره سته مثلا لو الاسره بلاش سته خليها ثلاثه. ثلاثه. الدينار ياكلهم ثلاث وجبات. يعني يوم يوم مم. يعني سوري لو الاسره أربعة ناس لو الاسره أربعة ياكلوا يوم بالدينار بالدينار ياكلوا بس اه يعني ما أي, أي, اي حاجه تانية ولا ولا حاجه تاني ولا, أي حاجة. ولا أنا اجيب زيت للمصباح لل... 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 او ما فيش اي حاجه اعملها أوه. غير ان انا هاكل بالدينار ده لو البيت اربعه فده يبين قد ايه بقى في ذلك الوقت كثير كانوا بيشغلوا اولادهم مم. مش في الصيف بعد ما يرجع من الدراسه او غيره كان في حاجات زي كده عشان يقدر البيت يعيش يعني طيب أه وارسلهم الى كرمه أه يعني ارسلهم لمين وايه كرم ايه معنى كلمه كرم اه او انت صاحب الكرم مم. والكرم ده عباره عن حقل عنب الكلمه نفسها في العهد القديم او في حتى في زمن المسيح اوقات الكرم كان بيتكلم عن حقول الفاكهه بصفه عامه لكن بصفه خاصه مم. العنب وزي ما قلت لك سبتمبر كان هو موسم العنب فالوقت ده موسم حصاد اكتر وال وصاحب العمل بيرسلهم لانه هو بنفسه بيعمل التعاقد لكن بيرسلهم لمين بقى لوكيله اللي موجود في الحقل أو في الكرم يعني ده اللي بيستقبلهم وده اللي بيوزع الشغل وهو ده اللي في النهايه بيحاسب هو ده كل حاجه وكيل الـ 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 الراجل ده وكانوا بيسموه رئيس الفعله او رئيس العمال الوكيل ده هو اللي بيرأس هو اللي بيحدد المهام طول ال12 ساعه هو اللي بيراقب هو اللي بيفصل هو لو اللي لو حد بيتراخى آه يعني هو اللي بيراقب كل العمليه من اولها لاخرها صاحب العمل مجرد في الاتفاق الاول يعني صاحب العمل هو اللي بيجيب الفعل يعني ده اللي باين في في المثل آه في هو المثل اللي بي آه خلي بالك لانه آه غالبا حتى صاحب العمل ما بيروحش السوق عشان ياخد آه لا لا هو طبعا المسيح قصده لانه بيقصد برئيس العمل حاجه يعني عايز يقولها لنا عن الله بيكلمنا عن الله فما ينفعش غير انه يحطه بالشكل ده لكن هل رئيس العمل ممكن في يوم من الايام يعمل كده ينزل, أو ينزل ممكن لكن ده مش الطبيعي مش, مش الطبيعي بالظبط طيب والكرم هو الحقل حقل العنب مش ال يعني الكرم هو حقل العنب بالظبط مش اي حقل أو حقول العنب اه حقول آه العنب آه هو ده اللي آه يطلق عليه الكرم, آه الكرم طيب يعني هو بيقول فاتفق مع الفعل على دينار وارسلهم الى كرمه ثم خرج نحو الساعه الثالثه وراء اخرين قياما في السوق والطريق طب ليه هو ما اكتفاش يعني باين في المسك كله انه كل شويه بينزل يجيب ناس كل شويه مم. ينزل يجيب ناس لغايه اخر اليوم برضه لسه بيجيب ناس مم. ليه ما اكتفاش بالفعل اللي جابهم الصبح وخلاص؟ طيب مشكله سبتمبر في فلسطين مم. في الوقت ده هي الامطار فكان بتنزل امطار بغزاره بتفسد المحصول يعني ممكن تفسد المحصول ممكن يبقى في خطر على المحصول فاوقات لازم انجد المحصول بتاعي ده ولو اضاعف العدد يعني العمال يعني عشان الحق انتهي من الحصاد بتاع العنب فهو غالبا كان في احتياج مستمر رئيس العمال هناك او الوكيل بتاعه بيقولوا لا احنا محتاجين عمال تاني يعني الموضوع متازم في احتياج فكان هم كانهم بيسابقوا الزمن عشان يلحقوا يحصدوا المحصول بتاعهم باقل ضرر لان دول ناس سنه كامله بيصرفوا على المحصول ده فالدينار او الاثنين دينار الفعله دول مش هم دول اللي هيعملوا الفرق بس انا يعني انا عندي سؤال في الجزئيه دي يعني هو نزل الصبح لقوا شويه ناس تمام ولا لاقى ناس اخذ شويه وساب شويه لا ساب شويه طبعا اه لان لا يعني لا. هو رجع لهم تاني آه اخذ شويه وبعد كده رجع لهم تاني فهو حدد على اساس ايه على اساس انجاز الحبه اللي اخذهم حبه بار. الناس اللي اخذهم انا هقول لك اللي بيحصل بقى يعني. ايه الراجل ده بيروح للسوق ده او للمكان ده ليه غالبا ابواب المدن بيبقوا قاعدين في ابواب المدن اول ما يلاقوا صاحب لانه احنا في مكان معروف مين هم اصحاب الكروم ومين اللي عايزين في الوقت ده بالذات فعلا، فهم اول ما يشوفوهم من بعيد الكل بيقف بيبقوا يعني قاعدين يعني كلهم قاعدين لغايه لما يجي حد يهل يديهم امل في انه هيشغلهم فكلهم يقوموا ويجروا عليه هو بقى ينتقي الشباب اكتر أوه. الاسلم اكتر اللي يعرفهم يمكن الامين اكتر وهكذا يعني ابتدي بالناس اللي شغلتهم قبل كده، الناس اللي انا عارفهم ودخلوا الكرم بتاعي قبل كده، ورئيس العمال ارتاح لهم، فهو سواء الفعله او رئيس صاحب الكرم او رئيس الفعله كلهم يعرفوا بعض بدرجه كبيره، احنا بنتكلم في قريه صغيره مش مش في مدينه كبيره، والناس عارفه بعض وعارفه تشغل بعض، لكن بيبتدي بناس هو بينتخبهم، هو بيختارهم. يعني عندهم خبره. وناس بالضبط. عندهم قوة أكبر وأمانة وكل وأمانة. الحاجات دي بالظبط طب حلو أنا لا. أنا مهمة علشان اللي بعد كده فأنا مهمة أعرف فاضي لا لا الحاجات دي كانت مهمة جدا لكن كان كل ما بيروح رئيس العمال يقول له لا محتاج مجموعة جديدة محتاج مجموعة جديدة آه. فيروح هو يتفق زي ما هنشوف بعد ساعات بعد كده كل شوية حد جديد حد جديد لغاية لما آه بينتهي اليوم وبيتحاسبوا وبي في الآخر يعني آه. بس هو وهو رايح الساعه الثالثه والساعه مش عارفه السادسه والساعه ساعة واخر اليوم بيبقى ضامن ان هو يلاقي حد ممكن مم 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 يعني شايفهم مم فعارف عارف ان في احتياجات يعني يا سوري ناس محتاجه دايما تشتغل لا لا ما بيبطلوش شغل الفعله كتير الفعله في الوقت ده كان كتير فبيبقى طيب عارف ان هو هيروح يلاقي مم مم طيب يوسف تحب تختم لنا الحلقه دي بايه؟ يعني احنا لسه ما دخلناش في العميق خالص خالص اول حاجه انا بقول احنا فعلا ايضا في حقل الله ولازم نكون مستنين امره انه يشغلنا وانه يرسلنا ونكون عندنا استعداد نعمل هذا العمل بكل النشاط ونكون امنا عشان يعيد تشغيلنا تاني فالامين في القليل هيقيم على الكثير بالظبط كده يعني على قد ما انت كنت مخلص وامين ما كنتش مستقل الوزن اللي معاك وبتقول اشمعنى اخويا معاه خمس وزنات على قد ما هيخليك احسن كمان او اكتر من اخوك فما تقلل مت يعني ما تخليش الامور الصغيره تحتقرها او تقلل منها او ما تعملهاش بامانه وبنشاط وبحماس آه وتنتظر ان الله يشغلك في حاجه عظيمه الله بي مش بيمتحنك بس بيشوف قدراتك وبيشوف امانتك معاه في الامور الصغيره احنا فعله والرب منتظر من عشان ال... كده هو قال ايه الحصاد كثير ولكن فعلة قليلون فتخيل الرب بيفتش زي رب البيت كده عن فعلة الفعلة. لحصاد بقى عظيم م. وحصاد أهم اللي في الملكوت وعشان كده يشبه ملكوت السماوات هذا رجل رب البيت صاحب الكرم السيد اللي بيطلب فعلة ومش بيلاقيهم بسهولة م. الفعلة هنا في فعل بطلين تفتكر هو برضو احنا ممكن نكون بطلين بارادتنا لا ما هنشوف ايه بطلين دي طيب احنا يعني لما نروح <applause> لبطلين هل معناها بطلين بمعنى كساله ولا هنشوف المعنى ايه ان شاء الله طيب م. شكرا ليكي يا يوسف خالص نتقابل في الحلقه الجايه اعزائي المشاهدين في نهايه المثل زي ما في حاجات احنا ممكن نكون مش عارفينها لكن فهمناها زي كلمه كرم فعل الوقت كمان الدينار قيمه الدينار الفعلة يعني ايه فعلة ايه هدف الرب وبيوصف الملكوت السماوات برب بيت كل الامور دي مهمه جدا عشان تطبقها على حياتنا بشكركم اعزائي المشاهدين ونتقابل في حلقه جديده ومواقف مع المسيح